هنا معنا لعبة الطيارات، لعبة سهلة جدا وخفيفة من غير انترنت وسهلة. انت بتجيب معاك معدات تطورها وتطور الليفل الطيارة اللي بعديها واللي بعديها، وتخش انت تضرب عادي، تضرب بيجيلك في المقابل، ما حدش بيجي من وراك عادي، تضرب بقى على البوت تكسرها، بتاخد نجوم، بتاخد فلوس. واللعبة سهلة جدا وجميلة جدا، بس عشان بس انت ايه تنشل عن الناس صح، وتحدث المدافع اللي معاك، وتحدث الأسلحة والذخيرة، لأنك بتعدي بقى بليفلات كتير، تخش ليفل هنا ليفل هنا، وحلوة وسهلة من غير انترنت، 200 ميجا عادي تشتغل عليها على أي موبايل عادي معاك، بتضرب صواريخ، بتضرب تنشل عادي، معاك في عربيات ماشية تحت اهي تضرب عليها قنابل عادي، تاخد يقعد عليها فلوس، وانت مش بتقدر تجيلك كلها ايه خفيفة سهلة، في ممكن يجيلك طيارتين تلاتة كبار يعني ممكن يرخموا في الاخر، او اخر كل ليفل كده بتلاقي حاجة كبيرة تجيلك زي كده الطيارة اللي قدامنا ديت، بس ممكن تتفادى على الضربات. لك مؤشر صحة فوق ماشي منه عادي، فهي بس ما تروح يمين وشمال فوق وتحت وخلاص يعني سهلة، وتاخد صحة تاخد حاجة مفيش يعني، الطيارة بتكون أقوى منك بتيجي، إلا بقى ممكن يكون في ليفل تاني تيجي تخش بحر وتجري على لانش، ويعني هي إثارة حلوة وجميلة من غير نت وسهلة يعني، زي لانش اللي هناك ده ممكن تضربه وتروح ترمي عليه قنبلة عادي، الدنيا جميلة وطيارة جميلة وسهلة، بس برضه عاوزة فلوس عشان تطور الطيارة وتمشي كويس فيها.